يعني احنا ننتظر بالتأكيد الصندوق الأسود، لأن هو اللي يكشف مختلف التفاصيل اللي كانت تتم أثناء رحلة الطائرة بين القبطان، الطائرة، المطارات، الأنواع، الاتصالات، الجهات اللي تتصل بها الطائرة على مختلف المستويات، وأيضا يكشف طبيعة إذا كان هناك عطل، إذا كان هناك قصف صاروخي، إذا كان إضافة أن هناك يعني جرت العادة عندما تسقط طائرة يتم تجميع أجزائها وتحليل طبيعة الصدمة والتفكك اللي حصل، هل هناك عطل في المحرك، هل هناك عمل أو فعل خارجي صاروخ أو غيره. لكن السؤال الآخر، هل ستكشف طهران عن تفاصيل الصندوق الأسود وعن تفاصيل تحليلها لجسم الطائرة عند السقوط وأسباب السقوط وتكشف عن حقائق الموضوع؟ يعني هناك شكوك طيب أكيد ستذهب نحو أن الحادث عرضي مثل ما تفضلت لكي تتجنب إثارة الشكوك حول الأوضاع الداخلية. وأيضا ربما لا ننسى يعني هناك العرب، هناك الأكراد، هناك الآذاريين، هناك البلوش، هناك مجاهدي خلق، ممكن أيضا يشكلون واحدة من الاحتمالات والسيناريوهات في استخدام القوة أو الصاروخ أو غيرها لإسقاط الطائرة. يعني احتمال وارد، لكن لا نستطيع التأكد من صحة هذا الاحتمال.